أمر لا تخلف بعده. أنا أخذت وقت فلا أدري ما أدري كيف اسمه. انفروا خفافا وثقالا، الخطاب لكم أيها المؤمنون، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كنا نعلم لن نتأخر، لو علمنا، لو استوعبت نفوسنا أنه أن هذا خير لنا، أن بذل دمنا في سبيل الله خير لنا، لو علمنا هذا، لو هضمناه، لو تذوقناه، لو ترسخ في عقولنا، لو ترسخ في قلوبنا، لو تجذر في وجداننا، لما تخلف متخلف عن الجهاد في سبيل الله، ولتسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون. نحن نتنافس على خير الدنيا الذي لا يساوي شيئا من خير الآخرة، فلو انكشف لنا الغطاء عن خير الآخرة صرنا في صراع على من يتقدم للجهاد وللشهادة. كل منا يريد أن يتقدم قبل صاحبه للجهاد والشهادة. خفافا وثقالا، انت انا عجوز فقير مريض، لكن يمكنني ان اتحرك، لا عذر الا عذرا قاطعا، الا عذرا قاطعا. ما لم يكن العذر قاطعا وواضحا كل الوضوح فلا عذر حين يأتي نداء الله بالنفير. انفروا، انفروا، نفس كلمة انفروا، اندفعوا بلا تباطؤ، بلا تردد، بلا تأمل في الأمر. جاء نداء الله فليس من بعد ذلك تدبر ولا تأمل ولا تفكر ولا تثاقل ولا تباطؤ، والأمر بأمر الله. ولذلك الجهاد المقدس عندنا جهاد ماذا يأمر به الله عز وجل، جهاد يرضى به الله عز وجل، داخل تحت إذن الله تبارك وتعالى، فيما عدا ذلك كلها جبهات باطل. قتال لا يأذن به الله عز وجل هو جهاد، هو قتال من رمي النفس للتهلكة، من إهلاك النفس ومن مضادة دين الله عز وجل. عندنا قتال واحد فقط، قتال واحد مقدس، وقتال واحد هو البناء، وهو المحافظ على القيم، وهو المحافظ على إنسانة الإنسان، وهو الناشر للعدل في الأرض، وهو القتال في سبيل الله. القتال في سبيل الله، وسبيل الله واحد هو الإسلام، هو الإسلام، هذا هو سبيل الله عز وجل. فالإسلام ليس معنى ماذا قتال من أجل الصلاة والصوم فقط. لما يقال، لما نقول قتال في سبيل الله في سبيل الإسلام، انظر بما أمر الإسلام وعما نهى عنه الإسلام، فكل ما دخل في الإسلام فهو في سبيل الله، وكل ما خرج من الإسلام فهو في سبيل الشيطان. اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. انتهى خلاص. ايه، يبقى الموضوع طبعا محتاج للتكملة، لكن اسمحوا لي ب بسرعه اقرا اساس انه كلام قصير. صفقة القرن، خلها صفقة حتى نتذكر ماذا، حتى ينتقل وعينا إلى خطورتها. نحن نبيع أمة ونبيع دينا ونبيع كل مقدساتنا وعزتنا وكرامتنا في هذه الصفقة، ونحن كما قلت نسحب يدنا من يد الله عز وجل وهو الغني الحميد،
ونضعها في يدي الفقير العبد.